السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. ما بعد، فما زلنا مع أبواب نواقض الوضوء، ومررنا على مجموعة كبيرة من النواقض. نكمل إن شاء الله، ولعلنا في آخر الدرس نلخص موضوع النواقض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس القبل. قال عن بسرة بنت صفوان. أخذنا انتهينا منه، وقفنا عليه صح؟ وقفنا قرأنا الأحاديث شيخنا وعلقت عليه. طيب، كم؟ قال: باب الوضوء من مس القبل. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. قال: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجة والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد، وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. نعم، بالنسبة للوضوء من مس الفرج أو القبل، هذه مسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها قوي، وذلك لتقابل الأدلة. فلدينا حديث بسرة بنت صفوان الذي يوجب الوضوء من مس القبل، وعندنا حديث طلق بن علي وغيره، وإن كان المصنف لم يذكر حديث طلق، لكن جاء بأحاديث أخرى في المقابل حديث طلق بن علي على أنه على أن مس الإنسان فرجه لا ينقض الوضوء. ولعلي أرتب المسألة، لأننا ذكرنا بعضها فيما سبق. لكن أولا، بالنسبة لمس الفرج بحائل لا ينقض الوضوء، فمن مس فرجه من وراء ثوبه أو سرواله أو إزاره، أو كان لابسا قفاز مثلا، فإن هذا لا ينتقض به الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء على قول من يذهب إلى انتقاض الوضوء بالمباشرة، بالمس مباشرة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالقبل، هذا عام في الرجال والنساء، وقصره على الذكور فقط ينتقض ببقية الأدلة على أنه عام. ولذلك: أيما رجل مس ذكره، وأيما امرأة مست فرجه. المسألة الثالثة أن المس هذا يشمل قبل نفسه وقبل غيره، أن هذا يشمل قبل نفسه وقبل غيره، فمن مس فرجه فليتوضأ، ومن مس فرج غيره فليتوضأ أيضا، على قول من يذهب إلى وجوب الوضوء من مس القبل. المسألة الرابعة أن مس حلقة الدبر أيضا ينتقض بها الوضوء، لأن الفقهاء حينما يطلقون الفرج يشملون معه حلقة الدبر في الحكم، من حيث نقض الوضوء، ومن حيث يعني
بقية الأحكام المتعلقة بهذا الباب. ولذلك حلقة الدبر وليس عموم الدبر، إنما حلقة الدبر من مسها انتقض وضوءه على من يرى مس القبل ناقض من نواقض الوضوء. المسألة الخامسة: لا فرق بين باطن الكف وظاهر الكف في المس، لا فرق بين ظاهر الكف وباطن الكف في المس، لأن هناك من الفقهاء من قصر النقض على من مسه بباطن كفه، بباطن كفه، والراجح بأن هذا عام، هذا عام في باطن الكف وفي ظاهره وفي حرفه وفي أصابعه مثلا، كل هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. مسألة سادسة: أن من مس ذكرا مقطوعا مثل طبيب أجرى عملية ومثلا، أو ذكر شخص مقطوع ثم قام الطبيب وأجرى عملية مثلا، فقالوا بأن هذا يسمى أيضا مس، فقد مس ذكرا ولذلك ينتقض به الوضوء. المسألة السابعة وهي المهمة، تنتبهون لها جيدا فيما يتعلق بهذه المسألة: هل مس الذكر أو مس الفرج عموما ينتقض به الوضوء أم لا؟ قولان لأهل العلم، بل ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس الإنسان ذكره أو فرجه أو فرج غيره لا ينتقض به الوضوء مطلقا، ويعتمدون لذلك على حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، مثل رجلك ويدك وبقية أعضائك، فقال بأن الذكر من جملة الأعضاء، ولذلك قال: إنما هو بضعة منك. القول الثاني قالوا بأن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، واستدلوا لذلك بحديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وأيضا حديث أم حبيبة الذي حسنه بعض أهل العلم، وهو حسن لغيره لا لذاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وكذلك حديث أبي هريرة: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والمجد بن تيمية رحمة الله عليه الجد أورد هذه الأحاديث ولم يورد الأحاديث التي فيها عدم النقض لأنها ضعيفة عنده، مثل حديث طلق بن علي. ولذلك قال العلماء بأن طلق بن علي متأخر، يعني جاء قيل بأنه أسلم متأخرا، وقيل بأن طلق بن علي جاء النبي عليه الصلاة والسلام يبني مسجده، وهذا ينقض قضية أنه أسلم متأخرا. ولهذا نجد هذه المسألة فيها خلاف شديد. طبعا من قال بالنقض يقولون بنسخ حديث طلق بن علي، يقول حديث طلق بن علي منسوخ، منسوخ بحديث بسرى وبحديث أم حبيبة وبحديث أبي هريرة، خاصة أبو هريرة جاء أسلم متأخرا، أسلم في السنة السابعة أو في السنة السادسة أبو هريرة رضي الله عنه. ومعلوم بأن طريقة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية لا يلجؤون إلى النسخ أولا، وإنما يلجؤون إلى الجمع أولا، هذه أول خطوة، وذلك لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين، النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين، وما دام أن الأدلة صحيحة عندنا فلا بد من سلوك مسلك الجمع أولا، وهذا الذي نزع إليه بعض أهل العلم من أهل التحقيق، فذهبوا إلى إعمال الأدلة، قالوا جميع الأدلة صحيحة وإمكانية النسخ غير واردة هنا، إمكانية النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ وأيضا معرفة يعني ما يدل على أنه أن هذا مما نسخ وفيها عملية طويلة. لذلك قالوا بأن من مس ذكره بشهوة فإنه ينتقض وضوء، يعني مس الذكر بقصد إيقاظ
إحساس الغريزة الشهوة. قالوا انتقض وضوءه على هذا حديث بسرة بنت صفوان وبقية الأحاديث، حديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة. وأما من مس ذكره من دون قصد الشهوة ولا إيقاظ إحساس الشهوة وإنما هكذا، قالوا لا ينتقض وضوءه. وبهذا جمعوا بين الأدلة. ومن أهل العلم من ذهب إلى الاستحباب، استحباب الوضوء، لكن عندنا قاعدة مثل ما ذكرناها سابقا بأن الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. ولهذا من مس ذكره سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فالأفضل أنه يتوضأ، خاصة وأن أحاديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث عدم النقض، من أحاديث عدم النقض. ولهذا الاحتياط، الخروج من الخلاف مستحب، والاحتياط للعبادات أيضا واجب، أن تحتاط للعبادة طبعا من دون وسواس ومن دون شك. وعلى هذا يعني تجري أحكام كثيرة، يسأل بعض الناس أثناء الغسل مثلا غسل الجمعة أو غسل الجنابة، يقول أحيانا يقع يدي على فرجي مثلا، على مذهب من يرى وجوب الوضوء يتوضأ، ولو كان أثناء الغسل يتوضأ أو بعد الغسل مثلا. وعندنا أيضا مسألة من يباشر مس ذكر غيره، مثل الأطباء، مثل الخاتن اللي يسمونه إيش، مطهر، ها المطهر اللي يختن، والخافضة، المرأة الخافضة، وأيضا المرأة التي تولد النساء مثلا. هؤلاء إذا باشروا مثلا فروج المرضى أو فروج غيرهم مثلا للتداوي مثلا أو للولادة من دون حائل، يعني من دون قفاز مثلا، مع أني لا أعلم بأن الممرض والطبيب يلبس القفاز وقد يلزم بهذا، لكن لو حصل فإن هذا يكون نجريه على هذه القاعدة. فإذا كان يشق عليه، يشق على الطبيب والممرض الوضوء، فإنه يترخص بهذا، لأن ذكرنا بأن الخلاف في هذا قوي. عبارة المصنف رحمة الله عليه وهو قوله يمنع تأويل غيره على الاستحباب، هذا فيه تقرير لما في المذهب من أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، وأن من ذهب إلى الاستحباب يقول لا دليل عنده وينتقض بهذه الأدلة اللي ذكرها. ثم قال ويثبت بعمومه النقض، يعني بعموم المس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل، من وراء حائل وبغير اليد. لكن حديث أبي هريرة فيه التصريح بأن من مسه من وراء حائل لا ينتقض وضوءه. قال من آفض بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. ولذلك لا حاجة هنا إلى المفهوم إلا إذا ذهبنا إلى حديث بسرة وحديث أم حبيبة مثلا. قال وبمفهومه من وراء حائل وبغير اليد، يعني إذا لمسه بغير يده مثلا، بقلم، بمسواك، بمسطرة، هذا غير الحائل، غير القفاز. ها، وفي لفظ للشافعي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. ولذلك يعني الأفضل الخروج من الخلاف. نعم. قال باب الوضوء من لحوم الإبل. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. رواه أحمد ومسلم. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. قال وعن ذي الغرة
قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال إسحاق بن راهوية: صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. نعم، هذا هو الناقض الأخير من نواقض الوضوء، وهو الوضوء من أكل لحم الإبل. الوضوء من أكل لحم الإبل، والوضوء من أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء عند الحنابلة فقط. أما جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية فيذهبون إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأذكر أدلتهم. ولذلك من مفردات الحنابلة أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، واستدلوا لقولهم بهذه الأدلة: حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. قال جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. والمعنى أن من أكل لحم الغنم فإن شاء توضأ وإن شاء ترك. وعلى هذا يذهب بعض العلماء على استحباب الوضوء من أكل اللحم مطلقا، سواء لحم الإبل أو غير الإبل. لكن هل لحم الإبل مطلقا سواء لحم الغنم أو غير الغنم، لكن هل لحم الغنم ناقض؟ الجواب لا، وهذا إجماع من أهل العلم على أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء. ثم قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نعم، وإنما أكده بقوله توضأ من لحوم الإبل، ولم يقل إن شئت. ثم قال الرجل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وأما حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين. سأذكر يعني معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها، فإنها بركة. وهنا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الإبل وبين الغنم، فقال في الإبل فإنها من الشياطين، وقال في الغنم فإنها بركة. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه ذكر عن الغنم بأنها بركة. فقد صح أنه قال لأم هاني: يا أم هاني، اتخذي غنما فإنها بركة. وجاءت أحاديث كثيرة تشير إلى أن الغنم بركة. أما الإبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها من الشياطين. ومن الشياطين اختلف العلماء في معنى ذلك، فمنهم من قال أن الإبل خلقت من جنس العنصر الذي خلقت منه الشياطين، والعنصر الذي خلقت منه الشياطين ما هو؟ النار. إذن الإبل أيضا خلقت من جنس هذا العنصر. القول الثاني قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها من الشياطين قيل بأن الإبل خلقت من مرابض الشيطان، والمعنى أن الله تعالى أوجدها وخلقها من أماكن الشياطين. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا بأنها من الشياطين أن فيها من صفات الشياطين، ولذلك يذكرون أن البعير إذا شرد احمرت عينه، تحمر عينه، وكأن هناك يعني طاقة نارية فيه ويهرب البعير يهرب. ولذلك من الشياطين يعني فيها من أخلاق الشياطين، والشيطان مأخوذ من شطنة
إذا بعد، ومن شاط إذا احترق، ومن شاط إذا احترق. فهي فيها من 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 أخلاق الشياطين، فيها من أخلاق الشياطين. والقول الآخر قالوا بأن على كل ذروة سنام بعير شيطان، وهذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشياطين لا تفارق الإبل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصحاب الغنم فرق بين أصحاب الغنم وأصحاب الإبل. أصحاب الغنم فيهم السكينة، وأصحاب الإبل الفدادين، ها، جفات، فيهم قسوة. واضح؟ هذا هو المعنى. والشيطان خلق من النار، والنار لا يطفئها إلا الماء، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل، ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم. ثم قال وعند الغرة، قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعترضه في الطريق ليسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ قال لا. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. وهذه نصوص ظاهرة صريحة، يعني نص ظاهر، وهذا أعلى درجات النص، أن يكون ظاهر، أن يكون نص وظاهر، يعني لا يحتمل التأويل، ليس فيه تأويل. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبي. قال إسحاق بن راهوية صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. وهذا الحديث حديث ذي الغرة صحيح لغيره، صحيح أيضا لغيره، صححه جمع من أهل العلم من الشيخ ناصر رحمة الله عليه. أفادت الأحاديث أولا استحباب الوضوء من أكل لحم الغنم، وأن لحم الغنم ليس ناقض من نواقض الوضوء، ليس ناقضا من نواقض الوضوء، إنما يستحب للإنسان استحبابا، ومن لم يتوضأ فلا شيء عليه. المسألة الثانية، أفادت الأحاديث وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهذا من مفردات الحنابلة كما ذكرت، انفردوا عن الجمهور، وأدلتهم أقوى من أدلة الجمهور، لأن أدلة الجمهور هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ما معنى ما مست النار؟ يعني ما طبخ، لأن اللحم ما يوكلني. فيقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولذلك اعتمد الجمهور على هذا الحديث، قالوا بأن هذا الحديث في قول جابر كان آخر الأمرين، يدل على ماذا؟ على النسخ. أحسنت، يدل على النسخ. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وحديث جابر سأتحدث عنه في محله لأنه سيأتي، لا يصلح أن يكون حجة للجمهور في مقابل هذه الأدلة، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وحديث ذي الغرة أيضا، حتى لو قلنا بضعفه، لكن عندنا مثل ما قال إسحاق بن راهوية، يقول صح في الباب حديثان. أولا بالنسبة لحديث جابر، أعله بعض العلماء كالرازي وغيره، أعلوا الحديث، واضح؟ ثانيا على فرض صحته، وهو صحيح إن شاء الله كما سيأتي، فإنه حكاية فعل، وعندنا قاعدة ذكرناها ودندنا حولها كثيرا في مناسبات سابقة، على أن حكاية الفعل لا تدل على الوجوب ولا الشرطية، فضلا أن يكون ناقض من نواقض الوضوء. المسألة الثالثة أو الجواب الثالث، وهو أن حديث جابر عام، وحديث البراء وحديث جابر خاص، والخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام، وليس هو من باب الناسخ والمنسوخ، لا، وإنما هو من باب العموم والخصوص، والخاص كما هي القاعدة يقضي على العام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، ويستثنى من ذلك ماذا؟ لحم الإبل.
والراجح من قول أهل العلم أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وذلك لقوة الأدلة وصراحتها وصحتها قبل ذلك. وهذا يقودنا إلى مسألة، أن الصواب ليس مع قول الأكثرية كما يفهم بعض الناس حينما يقال قال الجمهور، هذا لا يعني بأن قول الجمهور هو الصواب على الدوام، وإنما الصواب يكون مع من؟ مع من معه الدليل، مع من معه الدليل. ونحن الآن نظرنا فإذا الدليل مع الحنابلة، سيأتي معنا بعد فقرات يكون الدليل مع الحنفية مثلا في مسألة الوضوء من عدم شرطية الوضوء في مثلا الطواف حول الكعبة، وانفرد بهذا الحنفي يكون الحق معهم. ولهذا ولله الحمد والمنة طالب العلم حينما يعني يطلع على الخلاف وينظر في كلام أهل العلم، هذا يضيف إليه إضافات كثيرة، منها لين العريك أو سعة الصدر، وأيضا معرفة الطريقة التي يرجح فيها العلماء المسائل من خلال استعمال المدركات العلمية، وأيضا يوصله إلى الحق، لأن المسلم متعبد بماذا؟ متعبد بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والفقهاء المذاهب هؤلاء هم الذين يقربون الحق للناس، لكن لا أحد يزعم بأنهم معصومون مثلا في هذه المسائل، إنما هم يجتهدون. ولذلك هذه المسائل مهمة جدا. فأحيانا قد ترى الجمهور ذهبوا إلى قول، ولكن هناك مذهب فقهي انفرد عنهم والحق معه. وهذا عندنا في عند المالكية، مرت معنا مسألة مسائل كثيرة في أبواب الطهارة، وستأتي معنا مسائل عند الشافعية مثلا، يعني مثلا الشافعي، وسيأتي في أبواب الحج، وهذا من فقط من باب التنبيه. يعني الجمهور يقولون كل من ذهب إلى مكة لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت إلا بإحرام. هذا كلام الجمهور، رايح تجارة، رايح طلب علم، زيارة، سياحة، ها، عمرة، حج، سواء، لابد من إحرام. الشافعية قالوا لا. شوف، الشافعية خالفوا جمهور العلماء، الحق مع الشافعي، والعمل الآن على ما عند الشافعي. المالكية أيضا لهم انفرادات عن الجمهور، الحق معهم. الحنفية كذلك، الحنفية حقيقة لهم انفرادات اختارها الحفيد شيخ الإسلام ابن تيمية، والحق معهم. وهذه مهمة طالب العلم، أن يتعصب للدليل. لكن هذا لا يعني أن يقوم طالب العلم مثلا في بلد يعتمد الفتوى في مسألة ويخالف في هذا علنا، لا، ما يعني هذا. يعني بعض الناس قد يفهم ما دام أنه وقف على الحق والدليل يروح يخالف المعتمد في البلد أو الذي يقضى به في البلد. لا، ينتبه طالب العلم. هذا كونك أنت وصلت إلى مسألة ورأيت الراجح فيها، هذا ما يعني بأنك تذهب وتخالف المعتمد أو تتمرد مثلا وتفرق الناس أو تقول الكلام الذي يشتت الناس. هذه مسائل علمية تحفظها، ومن الفقه المقاصدي أنك تعرف المعتمد في البلد. هذه مسألة غاية في الأهمية، وهذا الذي يميز طالب العلم المؤصل عن غيره. واضح؟ بارك الله فيكم. نعم. قال: باب المتطهر يشك في هل أحدث. قال: عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي، وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المتطهر يشك هل أحدث. عندنا قاعدة في الشريعة من أعظم قواعد الشريعة ومن أجلها، وهي قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم من حيث الجملة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك،
والعلماء يستدلون بهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه على هذه القاعدة، وهي أدلة هذه القاعدة. طبعا عندهم أدلة في القرآن، منها قول الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن ليست صريحة. أما هذه الأحاديث فهي صريحة، وهي أن الشك لا يقضي على اليقين، وإنما الأصل اليقين، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فمن شك، فمن كان متطهرا ثم شك هل أحدث أم لا، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن الأصل أنه متطهر، هذا هو اليقين. والحدث شك، والشك لا ضعيف، الشك في مقابل اليقين، الشك ضعيف في مقابل اليقين. وهذه القاعدة يعني لا يقتصر فيها على باب الطهارة، بل تنسحب على أغلب أبواب الفقه، على أغلب أبواب الفقه. قال حديث عباد بن تميم عن عمه قال رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني والمرأة، لأن النساء شقائق الرجال، شكي إليه الرجل يخيل إليه. يخيل هذا من باب اليقين ولا من باب الشك؟ من باب الشك، يخيل إليه، يعني شاك ما يدري، يخيل إليه. وهذا يحصل، يعني بعض الناس الآن في الصلاة تقرقر بطنه، ها تقرقر بطنه، ما يدري خرج منه شيء ولا لا. أو بعض الناس كما جاء في الحديث أن الشيطان يقعد عند مقعدة أحدكم فينفخ في مقعدته ليوهمه أنه أحدث، ها؟ فماذا يقول؟ يقول يرد على الشيطان قاتلك الله أو شيء، ويثبت على ما هو عليه، بمعنى أنه لا يخرج ولا ينسحب من الصلاة. فالشيطان حريص على تلبيس، على التلبيس، أن يلبس على الإنسان صلاته وعبادته. قال يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وانظر إلى أدب السائل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال يا رسول الله يخيل إلى الرجل أنه يخرج منه ريح أو كذا، هذا أدب، تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد السائل، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يدلنا كما سبق بيانه وتقريره في المجلس السابق أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء. ذكرنا بأن الريح طاهرة، لكن إذا خرجت سواء بصوت أو بغير صوت فإنها ناقضة للوضوء. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الجماعة إلا الترمذي. من هم الجماعة هنا؟ هاي مشايخ، من هم الجماعة؟ السبعة، ها؟ طيب من هم السبعة؟ وأحمد. طيب هنا ستة وليس سبعة، لأنه قال إيش؟ إلا الترمذي. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا. وهذه حقيقة، هذا الحديث أيضا ينتظم ضمن هذه القاعدة العظيمة، قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، من أهل العلم من قال أو حتى يسمع صوتا، قد يكون الصوت من غيره ولا يكون منه، ولذلك نجد بعض العلماء قالوا ويجد ريحا، لأن أو هنا تأتي بمعنى الواو، كما هي القاعدة القرآنية والقاعدة اللغوية أن أو أحيانا تأتي بمعنى الواو، يعني حتى يجد صوتا ويشم ريحا، لأنه أحيانا وهو في الصلاة يسمع صوت لكنه قد لا يكون منه، قد يكون من الذي بجواره، من الذي بجواره، لكن هذا يشكل عليه أنه قد أيضا يشم ريح من بجواره، من الذي بجواره. لكن يبقى الأو هنا على التنويع، على التنويع، حتى يجد صوتا
بأذنه، يعني يسمع صوتا بأذنه، أو يشم ريحا بأنفه، منه هو وليس من غيره. والمعنى بأن هذه القاعدة، هذه الأحاديث عفوا، من أعظم الأحاديث التي يستدل بها العلماء لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي نافعة للموسوسين والموسوسات، هدانا الله وإياهم، ممن ابتلوا بأمراض الوسوسة. ولهذا تجد كثير من الموسوسين يرهقون أنفسهم ويتعبونها، بل ويهلكونها بسبب عدم علمهم بهذا الأمر. فتجد الرجل ربما قطع الصلاة لشك، يقول ما أدري أخرج مني شيء أم لا. والمرأة كذلك تخرج من الصلاة لمجرد الشك مثلا، وهذا غلط. ولذلك القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. فمن كان متوضئا ثم شك في الحدث فإنه متوضئ متطهر. أما من كان محدثا ثم شك في الطهارة فإنه محدث. هذه القاعدة، يعني هو كان محدث يذكر نفسه بأنه محدث ثم شك هل تطهر أم لا، نقول لا، الأصل أنك محدث، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. قال: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ورواه الجماعة إلا البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. ذكر المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب وجوب الوضوء لثلاثة عبادات: العبادة الأولى الصلاة، والعبادة الثانية الطواف، والعبادة الثالثة مس المصحف، مس المصحف. أما الصلاة فبالإجماع، وقد دل على هذا القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ويقول جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمم، هذه الطهارة الترابية، وتلك الطهارة المائية. ولذلك وأيضا الأحاديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم ذكر الوضوء، ذكر الحديث الأول في إجابة الوضوء إلى الصلاة، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، حديث ابن عمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والنفي هنا نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة. فلو صلى إنسان بغير طهارة فإن صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، واضح؟ ولذلك الحدث هذا إذا أحدث الإنسان أو صلى محدثاً فإن صلاته ليست صحيحة، فإذا تعمد ذلك فهو آثم وواقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يعني إذا صلى من غير طهارة. بل الحنفية يشددون في هذا، الحنفية منهم من يكفر من يصلي بغير طهارة متعمداً، يقول يكفر لأنه مستهزئ بالله، هكذا يقولون. وأما من صلى بغير طهارة ناسياً أو جاهلاً فإن الفرض لا يسقط عنه، فمتى ما علم أو تذكر صلى، توضأ وصلى. وهذه أحد الفروق بين من صلى محدثا وبين من صلى وعليه نجاسة. من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة كما مر معنا سبق ذكرنا هذا. أما من صلى محدثا فتذكر ولو بعد سنين فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ثم يأتي بالصلاة. قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة، والمقصود هنا عموم الغلول الذي هو الخيانة، سواء يعني سرقة أو رشوة أو الأخذ من الغنيمة، ما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل.
هذه سيأتي معنا في أبواب الصدقات. نعم. قال: وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. نعم، هذه المسألة الثانية وهي مس عبادة مس المصحف. المصحف هو كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفاته، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، ويجب على المسلم أن يعظم هذا المصحف لأنه كلام الله عز وجل. ومن تعظيمها أن لا يمس المصحف إلا على طهارة، إلا على طهارة. قد أورد المصنف حديث عمرو بن حزم، وأبو بكر هذا محمد ابن محمد بن عبر بن حزم، هو حديث يسمى حديث عمرو بن حزم. هذا الحديث متكلم في إسناد، لكن شهرة الإسناد أغنت عن البحث في درجة الحديث، فلقد بلغ الحديث شهرة عظيمة، حتى قال ابن عبد البر يعني في شهرته غني عن البحث في إسناد، وذكر هذا أيضا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، وجماهير أهل العلم قبلوا هذا الحديث ورضوا به وعملوا به أيضا وعملوا به. وهذا الحديث يدل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، إلا طاهر. وتعلمون بأن لفظة طاهر من الألفاظ المشترك، من الألفاظ المشترك، فتحتمل ثلاث معاني. المعنى الأول الطاهر معناه المؤمن في مقابل المشرك، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس. والنجاسة هنا إيش؟ معنوية وليست حسية، وهذا قول جماهير أهل العلم: إنما المشركون نجس. فيكون معنى طاهر يعني مؤمن. والمعنى الثاني الطاهر في مقابل النجس، النجاسة الحسية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ذكر بأنها طاهرة، من الطوافين عليكم والطوافات، قال إنها ليست بنجس، لما في حديث الهرة حديث أبي قتادة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل هذا على أن الطاهر في مقابل النجس، يعني النجس البدن، النجاسة الحسية. والمعنى الثالث المقصود بالطاهر هنا في مقابل المحدث، ها، ولذلك المحدث يسمى غير طاهر، قال محدث حدث، والحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. فهذه الألفاظ المشتركة لا بد من حملها على معنى واحد، ولا يمكن أن يقال بأنها تحمل على المعاني الثلاث، فجماهير أهل العلم حملوها على الثالث وهو المتطهر في مقابل المحدث، حدثاً أصغر أو حدثاً أكبر. وإذا قلنا بأن القرآن لا يمسه من كان حدثه حدثاً أصغر، فالأكبر حدث الأكبر من باب أولى، من باب أولى. وذهب وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وابن حزم هو الذي خالف، وهو رواية عن بعض الأئمة وقال بهذا بعض السلف، لكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من أراد أن يمس القرآن بالتطهر. والجمهور استدلوا بأدلة، منها أولا قول الله عز وجل: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا بأن هذه الآية فيها دليل على أن مس المصحف لا يجوز أن يكون إلا بطهارة. وهذه الآية وقول الله عز وجل: إلا المطهرون، المقصود بهم الملائكة في قول جماهير
أهل العلم من أهل التفسير. ولذلك قال أبو العباس الحبيب رحمة الله عليه بأن هذه الآية لا تنتهض إلى القول بأنها دليل على أن مس المصحف لا بد أن يكون بطهارة، وإنما بالتنبيه والإشارة، بالتنبيه والإشارة، وليست صريحة. لماذا؟ لأن هذه المقصود بلا يمس إلا المطهرون الضمير يعود إلى اللوح المحفوظ، إلى اللوح المحفوظ. وأدلة السنة كثيرة عندهم، هذه الأدلة، أدلة السنة. طبعا ابن القيم في التبيان رحمة الله عليه لما تكلم على هذه الآية ذكر 10 أوجه على أن لا تدل على أن المقصود به القرآن، يعني الضمير لا يعود إلى القرآن وإنما يعود إلى اللوح المحفوظ، لكنه نقل كلام شيخه أبو العباس رحمة الله على الجميع أنه قال تفيد بالتنبيه والإشارة إلى أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. والأمر الآخر ما يتعلق بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، الكلام على جلد المصحف مثلا هل يشمل القرآن أم لا؟ في مسألة يتوسع فيها العلماء، يقولون مس أوراق المصحف من أطرافه من دون وقوع اليد على حروفه هذا لا يكون مسا للمصحف، وهذا طبعا ينتقض بالقاعدة على أن القرآن وما اشتمل عليه فإنه قرآن. ولذلك الآن لما تذهب إلى مكتبة لتشتري مصحف يشتمل على ماذا؟ غلاف، الجلد، الغلاف والأوراق وما فيه. ولذلك لو قلت لصاحب المكتبة لا أنا أريد مصحف، قال لك هذا مصحف، قال لا، يقول لك لا افصل لي الغلاف، ما يصح. ولذلك المصحف يطلق على هذا الكتاب بغلافه بأوراقه، ولهذا يسمى مصحفا، مصحف، قال مصحف هذا والمصحف. والقسم إذا أقسم الإنسان يقول وكلام الله مثلا وكتاب الله، المقصود القرآن هذا كاملا، واضح. ولذلك ما يصلح التجزئة، ويجوز مس المصحف بحائل على القاعدة المعروفة، بقفاز، بشيء بيده مثلا يقلبه. لكن هنا السؤال بالنسبة للمصاحف الموجودة في الأجهزة هذه الإلكترونية، في يوجد تطبيقات مصاحف موجودة في المحمول عند أغلبكم أكيد حاط، هل لمس هذه المصاحف الموجودة في الأجهزة الإلكترونية يأخذ الحكم نفسه؟ الذي يظهر بأنه لا يأخذ الحكم نفسه، وإن قال بهذا بعض العلماء المعاصرين، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا التطبيق في الواقع الشاشات هذه الموجودة في شاشة داخلية وشاشة خارجية، الشاشة الخارجية هذه هي التي يصدق أن يقال بأنك لمست المصحف من وراء حائل، لأن هذا المصحف لا يخرج هكذا أمامك، وإنما هو تطبيق موجود إلكتروني داخل هذا الجهاز فيخرج بتشغيله، لكن هناك شاشة داخلية هي التي تحفظ هذا التطبيق. الشيء الآخر، هذا أيضا مجرد ذبذبات تخرج بمثل هذه الصورة، لأنك الآن ما تستطيع أنك تستخرجه من المحمول ككتاب، وإنما هي مجرد ذبذبات. وعلى هذا الذي يظهر لي بأن من كان محدثا ثم وضع أصبعه على الجهاز لتقليب ورقات المصحف لا يقال بأنه مس المصحف على غير طهارة، هذا الذي يظهر والله أعلم. كذلك مس بعض المصحف كمسه كله، فالورقة الواحدة من المصحف كبقية المصاحف، الجزء كذلك، وهذه مسألة مهمة جدا. طبعا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى منع مس المصحف لمن حدثه أكبر أو أصغر. نعم.
قال: وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. نعم، طاووس هو طاووس بن كيسان اليماني من كبار التابعين، عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. ذكرتنا قبل قليل، نبهتكم إلى مسألة، وهي قضية الطواف بالبيت، هل يشترط له الطهارة أم لا؟ جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أنه يشترط الطهارة للطواف، وأنه شرط من شروط صحة الطواف، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي معنا في باب الحج بتوسع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة أمرها أن تفعل كل ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت. وأيضا حديث عائشة لما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حفصة أو صفية، نسيت، أنها حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ أظن صفية، قال: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت. قال: إذن انفروا. فدل هذا على أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، كما يذهب إلى ذلك الجمهور. كذلك هذا الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. ذهب الحنفية، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقد اختار هذا أبو العباس الحفيد ابن تيمية، ونصر هذا القول نصر عظيم، ذهبوا إلى أن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف، قالوا ليست شرطا من شروط صحة الطواف، وأن الأدلة الواردة في اشتراط صحة الطهارة إما أن تكون صحيحة لكن غير صريحة، وإما أن تكون صريحة لكنها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج. واضح؟ وأما حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام منعها من الطواف لأنها ستدخل المسجد الحرام، والمرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، هكذا قال. وأيضا قالوا بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، قالوا هذا حديث ضعيف لا يصح، وهو من قول قول ابن عباس، ولا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث، خلاص، طيب، هذه المسألة تحتاج توسع، نرجع للدرس القادم بإذن الله. اللهم صل على محمد. استغفر الله، استغفر الله. من يأذن؟ الشيخ موجود.